أنا قبل هون حبست، وهي الزنزانة اللي موجودة هون كانت العالم كثير يعني تجمعات، هي كنا هون يلبسونا متجمعين مع بعض البعض، وبعدين العقوبة أشد التابع للجيش الحر أو العسكري المشاهد أو حكمه إعدام، قاموا بحبسه في أحد الزنزانات المنفردة. وهي هي هون أحد الزنزانات المقلدة اللي كانوا يحبسونا فيها، هي هي المفردات اللي كانوا يحبسوا فيها أصحاب محكومين الإعدام والقصاص من الجيش الحر. نحن هون أول ما بيجي السجان ليفتح الباب، نحن هون بيجي 50-60 واحد تقوم نطلع، يعني بشكل غريب يعني في واحد محكوم إعدام، نحن كلنا كنا محبوسين هون بتهمة الردة وبتهمة هيك، يعني كل واحد إحساس غريب، يعني بفكر واحد أني راخدينه يعدموه أو أخدينه يطالعوه. وهي الزنزانات كنا نلبس فيها، وكان أبشع من تعذيب النظام، وهن عم بيدعوا الإسلام وعم بيحبسوا العالم وبيظلموهم أكثر ما كان يظلم النظام الأسدي.